وسويت اشياء، والاشياء هذه اول ما قمت من النوم لقيتها على الفراش. اوكي. الشعر مال امه حل. هاي. ما ادري اذا الصوت اصلا واضح ولا لا. هاي انا دورا وانا بابوش. احنا جايين هنا في البانيو، مكان جديد، استديو جديد، والله ما لقينا مكان للاسف. اليوم انا جبت لكم فكره مره خطيره. طيب انا اي ام باك يا ولد، انا جيت، انا اللي جيت. يو يو ها، جبنا لكم فكره جديده في البانيو. الفكره راح تبدا من عند لوفان، والمقطع الجاي راح تبدا من عندكم. لوفان يذكر لي اسم مكان وانا لازم اعترف له اعتراف اني انا سويت شيء في هذا المكان. ما فهمتش حاجه خالص. انا لو طلع كذاب اسطرك على طول. والحين احرق ام اللاي. لا دقيقه، احرق ام اللاي. ليش احنا نفل جنب بعض؟ ما ادري مكاننا غلط. لا لا والله، لا لا والله، الله يحفظكم. بيت ثلاثه البانيو. وش دخل ام البانيو؟ لا والله، لا والله. اعترف اني كنت في البانيو. هذا والله تفكير، والله اقول كم ايش كم انت مصيبه مسوي. اعترف اني كنت في البانيو وحاط الباث بومب ذي لاول مره اجربها، وكنت معبيه لين الفل. اوكي، وحاط الباث بومب وكان في بقاعات وكذا. فجاه جاء في خاطري انه اسويها يعني. لا لا وين وين. لا وين، لا شيء ثاني السائل. فسويتها وصار الباث بومب صار لونه اصفر من كثر هذا. اوكي، بدايتها كذا فضيحه. يلا المطبخ. لا ما يدخل. اعترافات وسخة، اعترافات كويسة. اعترف وانا صغير كنت في المطبخ وكان رمضان، فتحت الثلاجة ما اكلت الا اكلت شوية بس. ايوه بعدين رجعت كملت صيامي والله العظيم. اكلت بعدين قلت اللهم اني صايم وذكرت انك صايم. اي سويت هذه حركة. اوكي كلنا سويناها حصلنا. اوكي الفراش. لا وين هاي ايش. لا والله ما دخلت جو. اعترف باعتراف بس لا 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 تخدم فكره عني سيئه، تراني كويس والله العظيم. اعترف باعتراف انه انا كنت نايم وكنت احلم انه انا عايش حياتي طبيعيه، يعني زي الحين اللي انا عايش. رحت الحمام ودخلت الحمام في الحلم هذا، وسويت اشياء، والاشياء هذه اول ما قمت من النوم لقيتها على الفراش. اوكي. السياره. انا اعترافاتي كلها زي خايس العيال. ليه؟ كنا ماسكين خط مكه. خلاص عرفتها. كان اكد اقول له خل وقف عند المحطه، ابغى الحمام ابغى الحمام، مو راضي يوقف، يقول بنزين فل ليش اوقف؟ شويه الا شويه الا صار بنطلوني الله يبارك هو ازرق صار بني. انا ليش قاعد اعترف اعترافات ذي؟ لا والله لا والله. قول اماكن ذي ما بالك اخوان ما ضبط. انا حفلك وش سويت في الحمام ذاك اليوم؟ الفندق. فندق؟ لا يروح تفكيرك بعيد، انا انسان كويس، انا انسان كويس، ما سويت شيء بالفندق. لا 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 والله لا فان. لا دقيقة خليني افهم، خليني افهم. في الفندق. لا لا فان فان اسئلة تكفى. في الفندق اعترف اني ذيك المرة كسرت اشياء. لا 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 فان بلا بزر انا. فك امي يا رجال انا فان. وش الحين بيقولوا اني سويتها وانا في البانيو؟ فاخر اسجل مقطع الحين. ما كلمت ابغاكم تكتبوا لي تحت في التعليقات اماكن، وانا راح اسوي مقطع جديد على هذه الفكره. راح نسوي السلسله هذه مو مع لوفان، معاكم انتم راح نختار اماكن. واشوفكم المقطع الجديد. احرقوا ام اللايك في زر الجرس تحت، ابغاكم كلكم تضغطون زر الاشتراك، واشوفكم ان شاء الله بكره. In the back, no, I'm like I'll be the shadow of a vengeance. Like the shell of it, my villain, I've been blooding. Cause I used to be known as a shark attack. And now I'm high like a cherry in my bitch blown rap. Cause I am the way. قسم بآيات الله كلنا عايشين بفيلم رعب. انت ايش تسوين ها؟ حتى الكاميرا طاحت.